طيب انطلاقا بقى من المجلس الأعلى لتصنيع السيارات وصندوق تنمية السيارات صديقة البيئة، الحاجتين دول مهمين جدا 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 إلى أبعد الحدود، لأن هم كمان وراهم صناعات صغيرة مغذية، وبالتالي أنا بتكلم على حجم عمالة ضخم جدا، وبتكلم على حجم تصنيع عالي جدا وتطوير لتكنولوجيا التصنيع في مصر. صحيح. احنا ماشيين في السكة دي، أو بالأدق احنا وصلنا لفين في هذه السكة أو الطريق؟ تمام. احنا بقالنا تقريبا يعني سنتين او يمكن اكتر بنشتغل على الاستراتيجيه الوطنيه. السؤال ده حبيتيه، ابتسمتي جدا، لان هو الملف ده انا شغاله فيه بقالي سنتين واكتر. ده كده يعني ملف دكتور جيهان ده يعني؟ لا، هو طبعا ملف مجلس الوزراء وانا بشتغل فيه عن قرب. يعني الملف بتاع صناعه السيارات او صناعه السيارات احنا بنقول عليها صناعه الصناعات زي ما حضرتك قلت، اللي ما لها من روابط اماميه وخلفيه، ولانها بتشد معاها صناعات مغذيه، وبالتالي رؤية الدولة أنه لازم يكون في عندنا استراتيجية لتوطين صناعة السيارات. جميل. إحنا عملنا بنية تحتية عظيمة جدا في مصر، وبقى عندنا في طرق تضاهي كل الطرق العامة الآلمية إن لم يكن أفضل، وبننشئ مدن جديدة. المدن الجديدة دي محتاجة طرق علشان تكون عليها، فأكيد أكيد مع زيادة متوسط دخل الفرد ومع هذه الطرق وهذه المدن الطلب على السيارات هيزيد. لو احنا ما عندناش صناعة سيارات يبقى السيارات دي هتيجي من بره، وبالتالي هنعمل ضغط على العملة طبعا، وبالتالي هنلاقي نفسنا يعني عندنا مشكلة وأزمة كبيرة. فكان لازم نشتغل على توطين صناعة السيارات، وعشان كده كانت استراتيجية صناعة السيارات اللي اشتغلنا، بصينا لتجارب الدول الأخرى، لقينا في المنطقة بتاعتنا المغرب طبعا عندها قصة نجاح، وجنوب أفريقيا برضو عندها قصة نجاح، لقينا أنه ظروف مصر هي أقرب لجنوب أفريقيا أكتر من المغرب، فبصينا على التجربة بتاعت جنوب أفريقيا وشفنا البرنامج بتاع توطين صناعة السيارات عندهم، وابتدينا نشتغل على ملامح لهذا البرنامج. اتعرض البرنامج طبعا على مجلس الوزراء واتوافق وطلع منه إلى البرلمان. الحمد لله البرلمان أقر لنا بعض يعني عايز أقول الأعمدة في هذه الاستراتيجية، اللي هو المجلس الأعلى للسيارات برئاسة السيد رئيس الوزراء، والبرلمان وافق عليه. الصندوق بتاع تحفيز صناعة السيارات اللي هو المفروض أن احنا يكون في موارد مالية علشان نرد أعباء هذه الصناعة، لأنه في البداية صناعة السيارات طبعا هي زي كل الصناعات لازم تبقى صناعة كم علشان أقدر أن أنا أوصل للتكلفة اللي أقدر أنافس بيها، لأن أنا عايزة أصنع وعايزة أصدر. صح. فعلشان نصدر لازم يبقى في عندنا اقتصاديات الكم. انت الكمي. فاقتصاديات الكم دي مش بتحصل من أول سنة، لأنه الصناعة لسه لازم تاخد وقتها. ففي الأول يكون في أعباء على المصنعين بتوع السيارات أو الـ يعني الشركات الكبرى اللي هتصنع السيارات علشان تقدر أنها تنافس، فهيكون في رد أعباء لهذه الصناعة هتطلع من الصندوق. وفي حوافز، الحوافز بتاعت الصناعة نفسها بتعتمد على القيمة المضافة، بتعتمد على مدى تلاؤمها مع البيئة، لازم نكون التكنولوجيا تكنولوجيا خضراء، فبنتكلم على السيارات الكهربائية، بنتكلم أيضا على القيمة المضافة أو المكون، نسبة المكون المحلي، حجم الاستثمارات اللي بتضخ، كل دي نقاط في الاستراتيجية بتدي حوافز. فبقينا رابطين الحوافز دي بمستهدفات، وانس انه المصنع يصل للمستهدف ده ياخد الحافز، هو ما بياخدش الحافز غير لما يوصل انه هو عمل تعميق معين وبقى عندنا نسبة مكون محلي، انه هو صديق للبيئة، انه هو دخلنا حجم استثمارات كبيرة، وانه ادانا حجم انتاج كبير عشان يقدر انه هو ياخد هذه الحافز. هي دي بصورة مبسطة استراتيجية السيارات او توطين صناعة السيارات، اللي هي طبعا شق او جزء من الصناعات المستهدفة اللي احنا اتكلمنا عليها في الإصلاحات الهيكلية.